قال الإمام الأوزاعي: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة من أصلح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. نص لمعنى الآن هي خلاف بين ولد وأمه. أسباب الخلاف رح نشوفها، ولكن بالأول نستقبل صاحب الدعوة حسان محمود. أهلا حسان، كيفك حبيبي؟ تفضل. أهلا بحسان. أهلا بحبيبي حسان. قديش إلك مقاطعها للوالدة وتركت البيت؟ سنة. وما حكيتها بهالسنة ولا حاولت تحكيها ولا حاولت كتير وهي رافضة تماما. قصة حسان بسيطة جدا رح لكم إياها. حسان كان ماشي حاله، عايش مع أمه هو وأخته، الأم والأب مطلقين، عايش مع أمه بخير وبسعادة وبتعرف على بعض الإخوان، على بعض الشباب لعبوا له براسه بعقلاته. المهم أنه كان مؤمنا، كان ماشي على الصراط المستقيم، أمه مبسوطة منه. وإذ بعشرته مع هؤلاء الشباب اللي كانوا أحيانا يتريقوا عليه لما يكون عم بيصلي، ترك الصلاة، ترك الدين وألحد، أصبح ملحدا. حست الوالدة على الأمر، حاولت تحكيه إلى آخره، لم تنجح كثيرا. ولكن المشكل وقع لما الوالدة فتشت له بغراض ولقت في عنده كتب عن الإلحاد. ما استحملت، أخذت هالكتب وحرقتها. رجع حضرته على البيت، شاف انه امه حرقت الكتب، طبعا زعل من امه، تشاجر معاها وترك البيت ومشي، وله سنة خارج البيت. مظبوط. بس اللي هالاولاد هودي الشباب اللي برفقتك اللي وين صاروا؟ بعدك انت وياهم؟ انا دلوقتي معاهم؟ نعم. لا تركتهم. طيب شو اللي خلاك تلحد؟ يعني شو الالحاد يعني؟ لا، في البدايه اساسا كان الموضوع كله ان انا بدأ سنه ثالثه، فاحنا كنا مع بعضين اصحاب، نوصل مع بعض ونخرج مع بعض ونفطر مع بعض. هي ابتدت القصه ان انا كل ما اجي اصلي او اجي مثلا اقول لهم يلا نصلى، تيجي تريقه بلاش، مره مع مره مفيش، طب تعالى نسهر، تعالى نروح بس. فهي ابتدت القصه كده. جينا بعد كده، جيت في مره كنت قاعد معاهم وكده، فهم معاهم كتب، الكتب دي ملخصها كلها ان مفيش دين، مفيش حساب، مفيش عقاب، نعم، كل شيء مباح بس. فانا ابتديت ابص في الكتب دي والك نظره عليها، ابتديت اتشد ليها، ابتديت بعد كده امشي معاهم اشوف هم بيعملوا ايه، بعمل زيهم. بس جيت مره مع مره لغايه لما والدتي ابتدت تلاحظ عليا ان انا ما بصليش، ما بقتش مثلا اختي ما بتصليش، ما بقولهاش ما بتصليش ليه بس. فلاحظت عليا ان انا ابتديت ابعد شويه، لغايه لما جت في مره، جت هي لقت الكتب دي، انا جيت لقيتها هي مقطعه كلها مولعه فيها، بس شديت معاها وعملت ليه كده، قالت لي هي كده، وشدينا مع بعض جامد، ضربتني ومسكت البيت ومشيت. طيب مشيت، شو صار بعدين؟ اللي صار بعد كده ان انا قعدت مع زمايلي، انا مسكت البيت قعدت مع زمايلي ماشي، بس كنت طبعا بحاول ارجع مفيش، هي ما كانش راضي. طيب وليش هلا شو صار معك؟ يعني هل انه رجعت للدين، رجعت تؤمن، شو اللي حصل معك؟ بص حضرتك، انا في الاول لما يعني لما فضلت قاعد معاهم كل حاجه غلط، حتى المذاكره ما بقتش مذاكره، كل حاجه بعملها لازم تبقى فيها حاجه واقفه، حسيت ان في حاجه غلط. بس فجيت في مره، جينا كان لي واحد زميلي تاني في المنطقه برضو، بس دول ناس كويسين ما لهمش دعوه، تعرفت عليهم برضو من طريق الناس دي ماشي. فحكيت معاه كده وبتاع، قال لي انت المفروض تروح تقعد مع شيخ يحكي لك الموقف، تحكي له الموقف وشوف شوف كلامه وشوف هو يقول لك ايه. ورحت قابلته وحكيت له. طبعا هو يعني انا كنت متوقع مثلا ان هو هيصدم مني، هيكلمني بطريقه مش كويسه، لا، لقيته تقبل الموضوع وقال لي عادي، وانت بس حاول ترجع تاني، ومش لازم ترجع على طول، لا، واحده واحده. انت دلوقتي ما بتصليش؟ قلت له لا ما بصليش. قال لي يعني انت حاول مثلا تصلي دلوقتي فرض، مش مشكله في ميعاده، تيجي تصلي الفرض التاني، تيجي لغايه لما تلاقي نفسك رجعت تاني زي الاول.
انا بمسافه ان انا دخلت وصليت لقيت نفسي ارتحت تاني يعني انا ارتحت نفسيا. منو الشيخ؟ ايه؟ شو اسمه الشيخ؟ اسمه الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى بدنا نحييه للشيخ مصطفى. ايه. بس فابتديت اشعر يعني ابتديت اشعر اني خلاص انا ابتديت ارتاح نفسيا تاني. وبعدين طبعا والدتي واختي فبعادهم عني اثر كتير. فكنت دايما احاول ان انا اكلمها او ان انا اصالحها او ان انا اقرب منها وما كانتش كانت رافضه تماما. بس انت لما تركت هل دفعتها؟ هل اذيتها؟ هل مديت ايدك عليها؟ لا ما مديتش بس هي كانت مشاجره يعني احنا شدينا مع بعض جامد في الكلام. هي اللي مدت ايدها في الكلام يعني. في الكلام يا سيدي. يعني المهم انه يعني رجعت انت الى صوابك والى ضميرك والى قلبك والى دينك وجاي هلا اني تشوف الوالدة وتصالحها. نحن وجهنا الرسالة الجواب يعني الى الوالدة. خلينا نشوف كيف تسلمته وكيف تلقت هذه الدعوة. اهلا جورج، مشوارنا النهارده بالقرب من اهم معالم سياحي في العالم الهرم عشان نسلم دعوه حضور لشاهنات زكريا. حضرتك استاذه شاهنة زكريا؟ حضرتك بتشتغلي اخصائيه اجتماعيه صح؟ اجتماعيه. فين؟ في وزاره الشؤون الاجتماعيه. حضرتك عندك اولاد؟ ولد وبنت؟ عندي ولد وبنت ساره وحسين. حضرتك 48 سنه؟ تمام. طيب حضرتك دي دعوه حضور لبرنامج جورج القداحي. ميرسي. حضرتك قبلتي الدعوه؟ ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله هتشرفينا؟ ان شاء الله. ماشي. جورج استاذه شاهنة قبلت دعوتك واحنا في انتظارها ان شاء الله. شكرا. السيدة شاهيناز قبلت الدعوة، صارت بالخارج ناطرة إشارة منا. قصتها مع ابنها حسان، القصة اللي سمعناها قبل شوي مع حسان انه حسان عايش مع والدته واخته في طلاق بين الاب والام. انما حسان تعرف على شباب يعني اثروا عليه، ترك دينه اصبح ملحدا. اكتشفت شاهيناز كتب بغرفته، كتب إلحاد، أخذت الكتب وحرقتها. زعل، أخذ على خاطره لك حسان، تشاجر مع أمه، ترك البيت وصار له سنة خارج البيت. يبدو أنه اهتدى في هذه الغيبة، راح شاف شيخ وفي شيخ كلمه الشيخ مصطفى ورجع. هلأني رجع يعتذر من أمه يقول لها سامحيني ويرجع على البيت. خلينا نشوف شو بدها تقول شاهيناز. بدنا نادي السيدة شاهيناز. اهلا سيدة شاهيناز. اهلا وسهلا، تفضلي. حضرتك اخصائية اجتماعية شاهيناز، عم بتمارسي هالعمل؟ مارسته حوالي 7 أو 8 سنين. بالتعلمي يعني بالدراسة ولا بجمعيات ولا؟ في وزارة الشؤون الاجتماعية. في وزارة الشؤون الاجتماعية. يا اهلا وسهلا فيك. طمنيني كيف الحياة معك؟ تمام الحمد لله. حضرتك مطلقة وعندك ولدين؟ عندك صبي وبنت؟ تمام. شو اخبارهم؟ تمام الحمد لله. كلهم كويسين؟ الحمد لله ما عدا واحد. هن الصبي في غيره؟ بس انا نسيته تقريبا يعني. في البنت معايا لكن الولد مش معايا. الولد مش عايش معاكي. البنت شو اخبارها؟ البنت شو عمرها ما شاء الله؟ عندها 19. 19 سنة عروسة. كلية تجارة. كلية تجارة ما شاء الله عليها. تعرفي مين دعاكي الى البرنامج؟ حضرتك. بس انا مش انا صاحب الدعوة الحقيقي، اللي دعاكي هو شخص اخر، انا وسيط. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ طبعا.
فيكي تطلعي بالشاشه. انا نسيته اصلا. نسيتي؟ فقدته من حياتي. والله معقولي ام تنسى ابنها؟ حصل؟ صعب. ممكن. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما تلاقي ابنك ألحد أو نسي حاجة اسمها ربنا. أنت حتكون معي. هو اللي حصل هيك؟ طبعا. نسي ربنا. طبعا. يعني أنا يا ريت بتخبريني شو اللي حصل مظبوط. هو من الموضوع دوت من سنة أو من أكتر من سنة، بس أنا اكتشفته من سنة بالظبط. أنا طبعا متولية الولد والبنت، وصل لغاية تانية كلية كان كويس، تالتة كويس، رابعة بدخل عليه الغرفة لقيت كتب تتكلم عن الإلحاد وعن إله غريب، وبعدين بدأت ردوده مش كويسة معي مع إن هو مش متربي على كده. كان صلواته مفروضه ناحية ربنا قائمة، كان ملتزم تمام. شفتيه تغير؟ تغير، حتى ردوده معايا تغيرت. قلت أسيبه يمكن في حاجة جديدة بحياته، حب ولا أي حاجة تانية. فوجئت بالكتب دي في مكتبته. شوفي هالكتب هذه أنت حضرتك تتكلم عن إن مفيش حاجة اسمها ربنا، إحنا اللي بنصنع نفسينا وإحنا اللي ماشيين، إحنا اللي بنعمل. أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ يعني هذا المبدأ الوجودي، يعني هذا الوجوديين كدا. بس إنه إحنا خلقنا ما في الله. بالظبط كده، مفيش حاجة اسمها ربنا، ده أنت اللي بتعمل، ده أنت اللي بتسوي. هذا الكون أساسك كله الانفجار الكبير إيه؟ والأشياء. أساسك إيه؟ طب ارجع لدينك. ردوده بقت سخيفة عليا، اضطريت أمد إيدي عليه. نعم. أخذت الكتب حرقتها، أخذ بعضه ومشي. من سنة. من سنة؟ حاولت. وما عرفتي ما عرفتي عرفتي عنه شيء؟ ما كنتش برضى إن أنا أكلمه خالص. وهو حاول يكلمك؟ حاول بس أنت رفضتي؟ طبعا. آسية أنت؟ والله عشان التربية لوحدي فلازم أكون أب وأم. لما تكون أب وأم بيبقى فيه نوع من القسوة عشان تربي عشان ولادك. عشان مصلحة الأولاد. طبعا. برافو عليك. أكيد. عشان مصلحة الأولاد وأنت ست بتفهمي. الأم عطف بس، ما في عطف وحنان وحب وفي نفس الوقت قسوة عشان الميزان يتعدل. طيب بس بهالسنة ونص ما شعرتي هيك بعاطفة الأم شوية؟ لو يعني هو على نفس مبادئه مشيان ورا أصحابه مش عايزاه. لكن أنا ما بدي يكون مدافع عنه ولا بدي يكون يعني، بس إنه ما سيبيه لربه يعني. ما ينفعش. أنت تدينة؟ أنت بالدين؟ لا أنا مش بدين. نحن لسه بقول لك أنا لا طال مخلوق في معصية الخالق. ولكن لو هو الدين يقول لا إكراه في الدين. ونعم بالله. شيك؟ ونعم بالله بس ما يعيش في وسطينا. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في شيء في خلاف على ذلك؟ لا طبعا. في أحلى من هيك تسامح؟ لا ما فيش. يعني الله سبحانه وتعالى ديمقراطي أكثر من هيك؟ فالنبي لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنا يهدي مش. لكن ليش بالله. ليش نحن بدنا ندين وخاصة أولادنا يعني؟ عشان دي تربيتنا، دي أساسنا، دي تقاليدنا، دي عادتنا. هل حاولتي إنك تقنعيت؟ حاولت. هل مثلا جبتي حدا بيفهم؟ جبتي شيخ؟ لا هو جبتي كان إنسان يأثر عليك؟ ماشي ورا أصحاب. طيب أصحاب خلاص هم أصحابه وهم هودي رفاق السوق. بالضبط. بس ما حاولتي انت مثلا تجيبي شخص يقدر ياثر عليه بيحكيه بالمنطق؟ يعني بتعرفي شبابنا مفيش حد ياثر على حد الا الام. اولادنا اولادنا أكثر. اولادنا يعني شوي بهالحضاره اللي عايشين فيها بعصر الانترنت وعصر التواصل الاجتماعي والشبكات والى اخره، يعني صاروا يعتبروا حالهم بيفهموا اكثر منا. لا على فكره انا متواصله معاهم. انا معاهم في كل حاجه. انت معاهم في كل حاجه؟ ما تركتي؟ لا. طيب مازال التكنولوجيا الجديده معاهم. طيب مازال متواصله معاه؟ كيف تركتي يوصل لهون؟ هو اصحابه بداوا ياخدوا عقله في حاجات تانية كتير. طيب ما شعرتي انت مش مسؤولي شوي؟ يعني ما حسيتي انه ما صلى معكم اليوم؟ أنا ما صلى بكره؟ يمكن في حاجه ما صلى في بعد بكره؟ في شيء ما قلتي في شيء؟ لا حسيت. ما سالتي؟ حسيت وسالت بعدين لقيت ردوده سخيفه فقلت يمكن متضايق من حاجه بره، يمكن أيوة. هيرجع تاني زي ما بيعمل كل مره ويجي يتكلم معايا ويفضفض بالليل ونقعد مع بعض ونحكي وانا وهو والبنت بنعمل ايه طول النهار، ايه الجديد ايه القديم ايه الحديث في حياتنا. ما لقيتوش عمل كده.
فبدات اشوف ايه اللي في الاوضه عنده، بدات ادخل اشوف ايه اللي بيقراه. شفت الكتب؟ شفت الكتب. ست شاهيناز، انا بدي اقول لك، انا قبل شوي تكلمت معه. بعت معي تشيك مليون. طب ما انت هربح المليون بجد. اوعى تكون دي بس لعبة. انا تكلمت معه قبل شوي، بقى سمعت روايته وسمعت وعرفت انه اثروا عليه هودي الشباب، وعرفت انه هو عاد فاهتدى، يعني رجع بعد ما مشي بطريق الضلال وبتأثير من هالرفاق السوء اللي تكلمنا عنهم. صار عنده مشكلتين، اول مشكلة انه اشتاق لك انت امه، اشتاق لاخته. تاني مشكلة انه مش مشكلة، يعني بالعكس انحلت المشكلة، انه رجع الى دينه. بس بعت لك رسالة، هالرسالة بيقول لك فيها، بدي اقرأ لك اياها قبل ما هو يحكي، بحب اقرأ لك اياها. بيقول لك: امي الحبيبة الغالية شاهيناز، وحشتيني يا امي، ووحشني منزلنا، واعرف انك غاضبة مني وانك كنت خائفة علي، لكنك مع ذلك تركتيني أخرج من المنزل. ما زلت أذكر كل ما تعلمته عن الجنة التي هي تحت قدميك، ولعلك تذكرين يوم بعت هاتفي لأشتري لك هدية عيد الأم. ومع ذلك يا أمي، ومع أنني جئت هنا في الأساس لأعتذر لك، فأنا عاتب عليك، عاتب عليك يا أمي، لأنه ما كنت فيه كان يحتاج إلى حوار مع من يفهمني أو يفهمني الصح من الخطأ في ديني، فها أنا أحاول أن أرضيك وأعتذر لك، فأنا ميت حي بسبب بعدك عني، أنا آسف يا أمي. ولنبدأ صفحة جديدة، رضاك فيها عني هو ما سيساعدني ألا أذهب لهذا الطريق مرة أخرى، والمسامح كريم. صار يعرف يكتب، ايه رايك؟ هو اساسه كويس. ها؟ اساسه كويس. اساسه كويس. للاسف. اذا الام والاب كويسين لازم يكون كويس. يا حسان، بدك تخلي، بدك تحكي لها للمام. قبل ما بعد ما سامحتك بعد. في كلام لازم تقوله. قول لها اياه. طلع فيها، خبرها. أنا خلاص قعدت مع الشيخ وأقنعني ورجعت تاني أصلي زي الأول، وإن يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أي كتب من دي تانية. وإن القصة بتاعت الكتب الإلحاد، وإن بأصحابها كلها بالأصدقاء دي كلها أنا بعدت عنها تماما، ونفسي أرجع تاني راجل البيت زي الأول. يعني أنت اليوم فرحت إنه الوالدة حرقت لك الكتب اللي كانت عندك بالغرفة كتب الإلحاد، أنت فرحان اليوم؟ فرحان اليوم. تشكرها لأنه حرقت الكتب؟ طبعًا، بس أنا ساعتها ما كنتش، يعني أنا ساعتها ما كنتش مدرك موضوع الكتب. بس يا ريت تسامحني. طيب قبل ورفاقك، بعدهم رفاقك هودي رفاق السوق؟ لا خلاص بقى، مفيش رفاق سوق تاني. ما عم بتشوفهم بقى أبدًا؟ لا لا. قال لك سامحيني، يعني أنا بقول عنه. سامحتي؟ سامحته من بره، لكن من جوه لسه. طب وهي الطار؟ ما ينفعش الا لما احسها منه، من افعاله ومن تصرفاته، طريقه ردوده عليا وعلى اخته، طريقه تصرفاته معانا. عشان اقدر تاني ان انا اوليه البيت يبقى راجل جنبي. يعني انا معيش حد الا هو، لازم احس دي فيه، لازم. صعب انك تكون رب اسره ست اذا كان الراجل بيوج بيقول لك لا انا تعبان. نعم. ورب اسره، فبالك الست تبقى راجل وست في نفس الوقت. عندك بنت صبيه في البيت، وهو طيب انت اذا سمحتي يعني عم تقولي يرجع على البيت؟ اشوف تصرفاته الاول، يقنعني بتصرفاته. طيب وين، كيف بده يقنعك؟ اذا بضل خارج البيت ولا بيرجع؟ ممكن ادخله البيت، بس يبقى فتره مش اكلمه فيها الا لما اشوف تصرفاته صح. مش هقدر اوليه البيت تاني. بس بتقولي له تفضل ارجع على البيت. اكيد طبعا، ده بيت. طبعا اكيد. قولي له المسامح كريم وخلينا نفتح. مسامح كريم. انا اشكرك على صحتك وعلى محبتك. تفضل تفضل.
قرب تعال. تغير عليكي ده السنة؟ اه طبعا. شو تغير فيه؟ طبعا شكله تغير خالص. اه كيف كان؟ كبر شوي. كبر شوي بس وشه اتنحت. اه كبر. على كل حال حسان شكرا. شكرا على ثقتك فينا، شكرا انك عرفتنا على الوالدي، وشكرا لك اني قبلتي دعوتي وانه تسامحتي. بقى هذا ابنك والله يوفقكم ان شاء الله ترجعوا سوا افضل مما كنت. يعني كل قصة بتنتهي على خير، بتسعدني أكيد وبتسعدكم. هيدي قصة من القصص اللي بنشوفها بالحياة، قصص كتيرة، قصص تبقى عادية جدا ولكن معناها كبير، وفي قصص كبيرة بيبقى معناها فيها. نلتقي إن شاء الله بقصة جديدة مع المسامح كريم.